أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا صلى المسافر صلاة الجمعة مع الجماعة بنية صلاة الظهر لكي يجمع بعدها صلاة العصر، فهل فعله صحيح؟ لا لا، ما هو صحيح. إذا حضر مع الإمام يتبع الإمام، يصلي جمعة ولا يجمع معها العصر، ما يجمع معها العصر، ويصلي مع الإمام تبع للإمام، إنما جعل الإمام ليتم به ويحصل على الفضيلة، هي فضيلة الجمعة، كيف يفرط فيها علشان الجمع؟ نعم.